أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنكم يسنون صدوركم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابكم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إليكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا نهم العذاب إلى أمة مقدودة ليقولن ما يحبسوه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزقناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفريح فخور. إلى الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضعيف به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعرش صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل علم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يخردون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لكم من دون الله من أولياء يضاعف لكم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنكم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلونا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنكم ملاقو ربكم
ولكن يراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتكم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنكم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور قلنا أكمل فيه من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما من معه إلا قليل. وقال أركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح أبنه وكان في مخزيلي يا بني أركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال السآوي إلى جبلي يقسموني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم. وخل بينهما الموج فكان من المغرقين. وكيل يا أرض أبلعي ماءً
أقلعك ويا السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بخدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح أكبت بالسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسوهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا نوح ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اختراك بعض آلهتنا سوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حافظ فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا
جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه دنيا لكنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بغدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنخانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أريت من كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه نكات التي لكم آيات فذروها تأكل في الأرض لاخ، ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وغزا الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بغدا للثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبيس أن جاء بعجل خنيز. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بكري شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
فلما ذكب عن إبراهيم روعه وجاءت كل بشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لكليم أباه منيب يا إبراهيم أكرد عن هذا إنك قد جاء أمر ربك وإنكم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ودق بهم ذرعا وقال هذا يوم آصب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يحملون السيئة قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل راشد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو أبي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارات من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تخسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحافظ قالوا يا شعيب وصلتوك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الراشد قال يا قوم أريت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح فما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمُ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقاك كثير مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قومي أرقتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذكريا إن ربي بما تعملون محيط. وَيَا قَوْمِ اِكْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ يَأْتِيكِ عَذَابٌ يُخْزِيكِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَكِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لخزت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بالراشد. يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار بئس الورد المورود. وأتبعوا في خزه لكنة ويوم القيامة بئس الورد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نبكره إلا لأجل مقدود. ويوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنك فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنكم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما يوفينكم ربك أعمالكم، إنكم بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت بمن تاب معك ولا تتجو، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقيمي الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئة، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بكية ينقعون عن الفساد في الأرض إلى قليلا منكم أنجينا منكم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في حزه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اكملوا على مكانتكم إنا آملون. وانتظروا إنا منتظرون. فلله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.